النشرة الرئيسية الأخبار أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين شرق سواحل صفاقس وتواصلوا عملية البحث عن ناجين وانتشار الجثث فرق المراقبة الصحية ترفع أكثر من 1300 مخالفة صحية وزارة الفلاحة والصيد البحري تحذر من عرض وبيع سمكة الأرنب في الأسواق اجتماع مرتقب لمجلس الامن الدولي في جلسه مغلقه وجوله اوروبيه لرئيس حكومه الوفاق الوطني فايز السراج لحشد الدعم الدولي. جد صباح اليوم في خليج جابس حادث غرق لمركب هجره غير شرعيه من البلدان الافريقيه جنوب الصحراء ذهب ضحيته وفق حصيله اوليه ما يزيد عن 70 شخصا. أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن التحريات الأولية كشفت أن المركب الذي كان يقل مهاجرين من جنسية إفريقية وغرق شرق سواحل صفاقس غادر من مدينة سوار الليبية أمس في اتجاه إيطاليا، وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن عمليات البحث ما زالت متواصلة واضحة أنه تم توجيه قطعة بحرية تابعة لجيش البحر على عين المكان أثر تلقي معلومات حول غارق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين على بعد 60 كيلومترا شرق سواحل صفاقس خارج الاقليميه وانها وجدت مركب سيد تونسي قام بانقاذ 16 عشر فردا تم نقلهم على متن الخافره العسكريه كما أوضحت أنه بتمشيط المنطقة تم العثور على ثلاث جثث انتشلتهم وحدات جيش البحر وأنه تم توجيه وحدتين بحريتين للمعاضدة في عملية البحث يذكر أن مصدرا جهويا مسؤولا أكد الوكالة تونس فريق الأنباء أنه تم تسجيل وفاة 70 شخصا على الأقل من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمياه الدولية قبالة المياه الإقليمية التونسية في مستوى ولاية صفاقس وانقاض عشر آخرين على إثر غرق مركب لهجرة غير شرعية يرجح أن يكون انطلق من ليبيا أدى وزير الداخلية هشام الفرات زيارة ميدانية إلى المعبر الحدودي بمنطقة بوشبكة من ولاية القصرين للوقوف على جاهزية الفرق الأمنية هذا وقال وزير داخلي انه تم رصد اعتمادات لفرقه الحرس الحدودي وتهيئه قاعده انتظار لاستقبال الجزائريين مؤكدا استقرار الوضع الامني في الفتره الحاليه ومشيرا الى ان منسوب التهديدات الارهابيه يبقى مرتفعا ما يتطلب بقاء قوات الامن في حاله استنفار طيله شهر رمضان إلقاء القبض أو القضاء على عناصر إرهابية يعني أن منسوب التهديدات يبقى مرتفع لكن بفضل يقظة الوحدات الأمنية من أمن وطني وحرس وطني وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العسكرية هذا اللي حال دون تنفيذ هذه المجموعات لمخططاتها الدمويه. التحديات اللي موجوده نعرفها في شهر رمضان، كل الوحدات الامنيه من شرطه وحرس ومعنا حمايه مدنيه وموسعه عسكريه وديوانه وسجون كلها تكون في حاله استنفار. زيارة ميدانية إلى فيلق القوات الخاصة بمنزل جميل قام بها مساء أمس وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي لتفقد الجاهزية العملياتية والاطلاع على ظروف عيش وعمل العسكريين كما أشرف على اجتماع أمني رفيع المستوى حضرته القيادات العسكرية وأميرو التشكيلات التابعين للفيلق لدرس الأوضاع الأمنية وتقييم سير العمل المناط بعهدتهم والاطلاع على التدابير الأمنية المتخذة خاصة في مجال التصدي للتهديدات الإرهابية في شهر رمضان تتغير العادات الغذائيه ما يمكن ان يتسبب في اضرار للمصابين بالامراض المزمنه في صوره عدم اتباع سلوك غذائي مناسب لهذا الشهر معهد التغذية وجهة العديد من المصابين بالأمراض المزمنة السكري منها لاستشارة الطبيب المباشر حول إمكانية الصيام من عدمه خلال شهر رمضان عملت كونسيتاسيون للطبيب نشدت وخذيت التريتمون نتاعي فهمتني وقال لي كانت تنجم تصيم تصيم كان تنجمش افطر روحك قالت لي ما تصيميش قال لي السكر طالع وعندك الشحام في الدم او عندك دم وفي صورة سماح الطبيب المباشر للمصاب بالأمراض المزمنة بالصيام يضع أمامه جملة من الشروط للالتزام بها طوال الشهر منها تعديل جرعات الأدوية وتناولها في المواعيد المحددة حسب الوصفة الطبية ونعطيه النصائح باش نقص في استهلاك الأملاح واستهلاك الحلويات ونقول يزمنا نكثروا من استهلاك الخضر اللي هي تعطينا الفيتامينات وتعطينا الألياف وتعطي حتى من الماء وهنا الماء زاد نحرصوا برشا باش نشربوا كميه كافيه من الماء ووفق الاطباء في المجال مريض السكري بصفه خاصه يمكن ان يتعرض الى العديد من المضاعفات اثناء الصيام منها انخفاض او ارتفاع نسبه السكر في الدم ما يستوجب المراقبه المستمره طوال اليوم المراقبه المكثفه لكميه السكر في الدم خلال فتره الصيام نقيسوا الصباح نقيسوا العشيه نقيسوا قبل الفطار نقيسوا في السهريه وهنا زاد كيف كيف طبيبك المباشر باش يقول لك اذا كان قيد كميه السكر انخفضت ل 70 وما اقل هنا نفطروا ما فيش حتى كلام اذا كان لقيناها ارتفعت ل 3 غرامات كيف كيف نفطروا وفي الحالات هذوما اكيد المريض المصاب بالسكري مش يتصل بطبيبه وحتى خلال شهر رمضان راهو ولضمان الفائده من الصيام ينصح اطباء التغذيه باهميه التحكم في السلوك الغذائي واتباع قواعد حفظ الصحه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان رفعت فرق المراقبة الصحية 1341 مخالفة صحية إثر تأمينها لحوالي 18 ألف عملية تفقديه صحية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية كما اقترحت غلق 40 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة وحجزت حوالي 11 طنا من المواد الفاسدة وقامت فرق المراقبة الصحية أيضا بإخضاع اثنا ألفا عينة من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية اللازمة للتثبت من مدى صلاحيتها للاستهلاك بعد أن راجت مؤخرا في عدد من الأسواق حذرت وزارة الفلاحة والصيد البحري من عرض وبيع سمكة الأرنب السامة لما تمثله من خطر على صحة المستهلك بسبب احتوائها على أنواع من السموم الخطرة السمك الأرنب وسمكة البلون والنفيخة هي نوعية من الأسماك السامة ويمنع عرضها مباشرة بالأسواق تباعا لمقتضيات إجراءات المراقبة الصحية ووفق التحاليل المخبرية فإن هذه الأنواع من الأسماك تحتوي سموم هي من أصعب وأخطر السموم التي تؤدي إلى شلل خطر امتحان هو أن سمك سام يحتوي على توكسين سام معناه هو متواجد على كامل جسم السمكه يعني ما تنجمش تنحي منها اجزاء وتخلو تسالك اجزاء اخرى والحاجه المهمه جدا انه هو حتى المستهلك التونسي ما ينجمش ياخوها ويطيبها خاطرش هي ترموستابل معناها حتى بدرجه الحراره ولا بتقلاها ولا تطيبها ما تقضيش على التوكسين هذه ورغم قرار منع مسك وبيع السمك الأرنب فإن وزارة الفلاحة أشارت إلى أنه تم ملاحظة هذه النوعية من الأسماك الخطيرة ببعض الأسواق وذلك يعود وفقها إلى عدم احترام بعض المنتجات لمسالك التوزيع القانونية نصيحة المستهلك التونسي باش نرفع كل لبس عن هذا باش أنا ننصحه باش ياخذ الحوت اللي مال فيه ياخذ فيه الحوت اللي يعرفه ياخذه الحوت اللي ما يعرفوش ما ياخذوش الشباك نتاع البحارة تنجم زاد تروح في الشباك ما يعملوا حتى ما يعملوا حد شيء يزمو بطبيعة مش لخاطر زادة كعبة يزمو يمشي لوحوها يزمو يقتلوها يقتلوها وبالتالي معناها واحد يصير ردمه ولا يصير واحد خاطر ما اذا كان تشد انت وتلوحها وتقول ما حاجتش بها تلوحها في الواحد ما عملنا حتى شيء ويعتبر البحر الاحمر الحاضن الرئيسي لسمك الارنب لكنه انتشر في السنوات الاخيره في شرق البحر الابيض المتوسط بعد ان تسلل اليه عبر قناه السويس المستوى من المياه التونسيه خاصه في في خليج جابس في اول الامر ولكن بعدها ظهرت السمكه هذه في عديد المناطق طلعت حتى للشمال الشمال التونسي ولكن <applause> معناها ولكن بظاهره معناها مش كبيره الحذر واجب ويلزمنا نتبعه على مستوى المواني على مستوى الاسواق على مستوى نقاط البيع ونظرا لما يمثله سمك الارنب من خطر على صحه المستهلك فقد شرعت تونس منذ سنه 11 و2000 بحمله توعويه واسعه بالموانئ والاسواق للتحذير من خطورته اتفقت كل من جامعة العمل للتعليم الأساسي ووزارة التربية على تغيير موعد تسليم ملفات تقييم السنة الدراسية أي بطاقات الأعداد بالنسبة للتعليم الابتدائي إلى تاريخ يسبق مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية المحدد أيام السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من جوان القادم وارجعت الجامعه تغيير موعد التسليم الى تزامن اختتام السنه الدراسيه مع موعد المناظره. واما بالنسبه للامتحان الوطني للسنه السادسه الذي سيقام من الثالث الى الثامن من الشهر المقبل فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ان تتكفل الوزاره بايصال الاختبارات للمدارس الابتدائيه البعيده عن مراكز التوزيع ويتم الاصلاح في المدارس الابتدائيه. بعدما ما رصدته دائره المحاسبات في تقريرها الاخير من اخلالات تتعلق بمؤسسات التعليم العالي الخاصه اتخذت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي جمله من الاجراءات تصل الى حد سحب التراخيص من هذه المؤسسات. مواصله لاعمالها الرقابيه على عدد من مؤسسات التعليم العالي في القطاع الخاص ونظرا لما ورد بتقرير دائره المحاسبات من تجاوزات واخلالات في هذا القطاع. عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تكوين لجنة صلب الوزارة بغاية اتخاذ كل الإجراءات في حال ثبت حدوث تجاوزه جوان ولا في 2018 تم سحب رخصة معناها مؤسسة تعليم عالي خاص بصفة نهائية أكثر من ذلك تم تقديم شكاوى جزائية لتتبع الممثل القانوني نتاع المؤسسه هذيك لانه معناها اعطاه شهيد مكا... معناها على خلاف السياق القانوني إخلالات وفق دائرة المحاسبات طالت إسناد التراخيص لإحداث المؤسسات الخاصة إلى جانب الترفيع في معاليم التسجيل وتجاوز سقف 5% كما أشار التقرير إلى تعمد بعض المؤسسات الجامعية الخاصة إلى عدم دفع المساهمات الاجتماعية للأساتذة القارين بها. باش تلقى عديد المؤسسات ما توفرش ضمان البنكي بتاتاً والا توفروا بقيمه اقل احنا عملنا عينه من 30 مؤسسه 15 منهم رفعوا اكثر من النسبه المسموح بها فما شكون اللي حتى الـ 65% نسبه الترفيع في معالم الدراسه ما قلتي بس في انه زياده تصير في كل شهاده نوع من شهاده جديده يتنجي مزيد حتى 100% ممكن اما كي تكون نفس الشهاده ويسجل فيها الطالب في السنه الاولى بعد يمشي ينتقل للساله الثانيه ما عندهمش الحق اي مؤسسه بتزيد اكثر من 5% للسنه الثالثه ما عندهاش حق باش تاخذ على الاستاذ اللي قبل القطاع العمومي من السي ار بي اس وتزيد تاخذ على السنه اس وقت يجي قريب في القطاع الخاص ما عندهاش حق وحمل تقرير محكمة المحاسبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية منح معادلة عدد من الشهادات العلمية رغم غياب بعض الوثائق المستوجبة وعدم توفر النصاب القانوني للجان القطاعية المكلفة بهذا الملف فما عديد الشهادات غير مؤهلة وقتها التلميذ ما ياخذش المعادلة تلقى وزارة التعليم العالي معناتها ما ثبتش عندك 12 مؤسسة من الأحداث حتى لتوا عمرها ما تراقب سير الامتحانات نتاعها. الاداره اللي له بالمعادله معناها البيرسونيل اللي عندها ضعيف جدا ما همش قادرين اليوم باش يتناولوا ملفات المعادله كما ينبغي هو راهو هذا موضوع المعادله يزمو اعاده النظر في اطار القانون نتاعو. اه اقترحنا واحنا تو بصدد تنفيذ الاقتراح انه يتم مراجعه كل اه اسماء الطلبه اللي انتفعوا بقرارات معادله دون ان يكونوا عندهم كافه الوثائق. هذا وقد شهد احداث المؤسسات الخاصه للتعليم العالي تطورا ملحوظا في السنوات الاخيره. خلال موكب انتظم صباح اليوم في المركز الوطني للاعلاميه الموجهه للطفل اسندت وزيره المراه والاسره والطفوله وكبار السن نازيه العبيدي الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الطفوله لسنه 17 و لعدد من الاطارات والمتدخلين في مجال الطفوله. الذين ساهموا من موقعهم في تقديم الاضافه عن طريق تدخلاتهم في مجال الطفوله من مختلف الشرائح العمريه، كما تم بالمناسبه تكريم الكفاءات الاعلاميه النسائيه التي تم تعيينهن مؤخرا على راس عدد من المؤسسات الاعلاميه العموميه <applause> الوسام هذا يندرج في اطار تكريم الكفاءات والاعتراف بالجميل للكفاءات التي تعمل في قطاع الطفوله والاعلاميات الخمسه هذوما اللي مديرات للاذاعات يندرج في تمشي كامل عملته الحكومه والوزاره هو باحداث مجلس النظراء وهناك منشور أهبط انه لابد من العمل على تكافؤ الفرص بين المراه والرجل في مواقع صنع القرار والمسؤوليه وهذا يحفز ايضا النساء في كل القطاعات انهم يساهموا انهم يكونوا فاعلات فقدت الصحة الإعلامية التونسية مساء أمس الصحفي المتقاعد المكي كربول عن سن عن سن 65 سنة وهو يعتبر من أيقونات العمل الإذاعي التونسي واحد أبرز الأصوات الإذاعية التي تابعها التونسيون على مدى أكثر من 40 عاما عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية وقد نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسية الصحفي المكي كربول متوجهة إلى عائلة الفقيد بأحر التعازي راجية من الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وبدورها نعت مؤسسة الإذاعة الوطنية التونسية في بيان لها رحل المكي كربول الذي التي دخلها صبيا في ربيعه السابع عشر وتنقل بين مختلف اقسامها وعرف بصوته الجهوري عند قراءه الاخبار في ليبيا ومع توصل الاقتتال الدامي وخاصة حول العاصمة طرابلس تعالت نداءات المنظمات الإنسانية الأممية إزاء تزايد معاناة آلاف العائلات ولمناقشة الوضع الإنساني يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء اليوم في جلسة مغلقة بطلب من بريطانيا ويتزامن هذا الاجتماع الأممي مع جولة أوروبية يجريها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لحشد الدعم الدولي ضد هشوم هجوم قوات خليفة حفتر على طرابلس نفذ الجيش السوري اليوم عمليات عسكرية على امتداد ريفي حماة وإدلب وقد أسفرت عملية الجيش عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين بالإضافة إلى إلحاق خسائر كبيرة في عتادهم وتشن قوات النظام السوري وبدعم روسي هجوما على محافظة إدلب وحزام الأراضي المحيطة بها ما تسبب في سقوط عشرات القتلى وإرغام أكثر من 150 ألفا على الفرار أصيب 17 فلسطينيا بالرصاص الحي بينهم مسعف والعشرات بالاختناق اليوم جراء قمع قوة الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في المسيرات السلمية الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع للعام الثاني على التوالي شرق قطاع غزة وذكرت مصادر إعلامية أن قناصة الاحتلال فتحوا النار في اتجاه المشاركين في مسيرة سلمية على الحدود الشرقية لخميس في أخبار الرياضة تقام غدا بداية من الثانية والنصف ظهرا مباراتي الدفعة الثانية من ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم إذ يستضيف الترجي الرياضي الاتحاد المنستيري في لقاء سيضرب على إثره الفائز موعدا في المربع الذهبي مع النادي الصفاقسي ويلاقي اتحاد بوسالم الملعب الجابسي في انتظار تعيين موعد لمباراة النجم الساحلي والنادي الإفريقي في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين شرق سواحل صفاقس وتواصل عملية البحث عن ناجين وانتشال الجثث. فرق المراقبه الصحيه ترفع اكثر من 1300 مخالفه صحيه ووزاره الفلاحه والصيد البحري تحذر من عرض وبيع سمكه الارنب في الاسواق. اجتماع مرتقب لمجلس الامن الدولي في جلسه مغلقه وجوله اوروبيه لرئيس حكومه الوفاق الوطني فايز السراج لحشد الدعم الدولي. يمكنكم متابعه هذه النشره وغيرها من الاخبار والبرامج على موقع التلفزه التونسيه شكرا على المتابعه والى اللقاء.